ألا تريد أن يحبك الله؟ تدري أنك إذا أحبك الله أحبك كل شيء. يلقي الله لك الحب في السماء وينادي جبريل، الله يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، وهو في الأرض، فيقول جبريل للملائكة يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه من في السماء، ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض، كل الأرض تحبه. ليش؟ الله أحبه. تبغى يحبك ربي؟ هذا العمل، ركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل الفجر قبل الفريضة وأربع قبل الظهر وثنتين بعد المغرب، كم صارت؟ 12 ركعة. فيها كلفة ذي؟ لا والله ما فيها كلفة، وتنال بها محبة الله عز وجل.